أهلا لكم جميعا مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي في الجزء الثاني من هذه الحلقة عضو مجلس الأمناء بالدكتور سيد يوسف زلزلة. حياك الله دكتور. الله يحفظك ويسلمك. بداية يعني خلنا نبدأ من الأحداث اللي حدثت يوم أمس في المملكة العربية السعودية، ووجهة نظرك فيما حدث. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم الشكر الجزيل على هذه الدعوة، وحقيقة نحن نعيش حالة من الحزن الكبير جدا لما يحدث لأشقائنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، وبالأخص ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين في منطقة القطيف والإحساء والدمام. حقيقة نحن لا نتكلم عن موضوع اعتيادي، نحن نتكلم عن جريمة مدروسة بفكر منحرف، بفكر غذي. أنا متيقن من ذلك أنه فكر غذي من قبل الصهيونية لإنشاء حركة داخل الدول الإسلامية، القصد منها والهدف هو ضرب الإسلام. أخي العزيز بحسين، قبل أن أشرع بالحديث عن الإخوان الأعزاء في المملكة العربية السعودية وما حصل لهم وما حدث، يجب علينا أن نعرف بأن ما حدث في الدول العربية بصورة عامة، من ما سمي بالسابق بأنه الربيع العربي في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من الدول العربية، ماذا كانت نتيجته؟ هو دمار الدول العربية. ثم بعد ذلك ماذا أحدثوا لنا؟ أحدثوا لنا في المنطقة العربية الإسلامية أناس هم ليسوا ببشر، وإنما أصحاب فكر منحرف القصد منه تشويه الإسلام. وإلا برب قل لي، متى كان الإسلام دين العنف والقتل وقطع الرقاب وهدم الآثار وهدم البيوت وكذلك القتل الجماعي؟ متى كان الإسلام كذلك؟ الغاية هي تشويه صورة الإسلام وبيان أن الإسلام هو دين قتل ودين عنف ودين دماء. الإسلام في فترة من الفترات كان انتشاره في دول العالم كله انتشار سريع وكبير جدا، لما فيه من سماحة، لما فيه من أخلاق، لما فيه من روعة باحتواء الآخرين، لكن كان القصد أن ينشئ فكر منحرف متطرف قاتل مجرم به كل الصفات السيئة. ما حدث في منطقة القطيف وما حدث في الدمام لإخوان رحم الله شهداء منهم، ونسأل الله عز وجل الشفاء للمجروحين، ونسأل الله الصبر والسلوان لأهلنا وأحبابنا في الدمام والقطيف. كنت أمس أول نائب يصرح في هذه القضية. نعم صرحت بذلك وطلبت أيضا. الآن الوضع أصبح خطر جدا. هل نحن محصنين بالكويت؟ أبدا لسنا بمحصنين، ومن يقول هذا لا يعرف شيء. نعم رحمة الله عز وجل معنا، حماية الله معنا، لكن علينا أن نأخذ بما هو مطلوب حتى لا تتكرر هذه الحوادث عندنا. شو المطلوب؟ أنا أقول لك، الأخوان في وزارة الداخلية في أكثر من مرة أعلنوا في الصحف أن لا عندنا داعش في الكويت، أصحاب نفس الفكر المنحرف، أصحاب نفس الفكر المجرم، لدينا داعش في الكويت. منو قال لك واحد من هذيلة اللي يبي يروح كما يدعي أنه يريد أن يذهب إلى جهنم؟ هو رايح إلى جهنم، يقول أنا بروح الجنة، ينسف نفسه ويفجر نفسه في أوساط الناس حتى يحدث حالة من الذعر والخوف. منو قالك ما يسويها مثل ما سواها في المملكة العربية السعودية؟ وعلى فكرة المملكة العربية السعودية لديها من الجهاز الأمني المتمكن، ومع ذلك حصل اللي حصل. شلون احنا في الكويت لم نسمع حتى تصريح واحد من الحكومة ما الذي ستعمله؟ لم نسمع حتى تصريح واحد من وزارة الداخلية ما المطلوب من المواطنين الآن أن يفعلوه، وخصوصا أن هذا الفكر موجود في أوساطنا. مع الأسف الشديد كنا نتمنى من الحكومة أن تبادر وتصرح، أو على الأقل واحد يقوم يصرح من الحكومة يقول شو بيصير. شو تقول على الأقل يبينون للناس إيش قاعد تسوي الحكومة، تطمن الناس احنا وين رايحين، الجهاز الامني في البلد ايش قاعد يسوي، الجهاز الامني في البلد شنو مخطط حتى لا تحدث مثل هذه القضايا، التعاون المطلوب بيننا وبين سائر دول الخليج كيف هو حتى لا تتكرر مثل الامور. كل هذا ترى ما نعرف احنا مع الاسف الشديد. ولذلك اتمنى من الاخ وزير الداخليه، وهو رجل معروف بانه رجل امن من الطراز الاول، اتمنى من الاخ وزير الداخليه خلال الايام القادمه بالفعل ان يكون هناك توجيه واضح وبين للمواطنين الى اين نحن متجهون، وهل بالفعل هناك سيطره امنيه واضحه على البلد تمنع اي شيء من هذا ان يحدث، خاصه انت شهر رمضان قادم والناس ستكون في الحسينيات، في المساجد، في المواقع الدينيه، وهذه تجمعات كبيره. هل بالفعل الحكومة قادرة على حماية كل المواطنين بهذا الشكل؟ هل هناك بالفعل آلية أو استراتيجية لحماية المواطنين؟
أنا الحين اللي أمثل الناس في مجلس الأمة كعضو مجلس الأمة لا أعرف ما هي خطة الحكومة. شنو دور؟ شلون باقي الناس؟ ولذلك أنا قلت في تصريح قلت إحنا إن شاء الله باكر في أول يوم المجلس سنطلب بكتاب موجه للحكومة أن تأتي إما في جلسة يوم الثلاثاء أو على هامش المجلس إما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء تي الحكومة وتقول لنا إيش بتسوي بالضبط. لا يمكن أن نسكت وإحنا ما ندري إيش قاعد يصير. واجب الحكومة أن تبين للناس وين رايح. وأزيدك اليوم الجهاز الأمني في المملكة العربية السعودية أصدر تصريح مقتضب لكل من تسول لنفسه أن ينشر شيء في طعن للأمن في المملكة أو أن يعطي رأي يكون في ضرب للمملكة أو ينشر شيء لهؤلاء التكفيريين وغيرهم. إحنا إيش قاعدين نسوي في الكويت؟ شنو وظيفة الجهاز الأمني في الكويت؟ لازم نبين للناس لأن انتشار هذه الأفكار ولليوم ترى ها لليوم شوف بعض التغريدات اللي تسب وتطعن وتلعن كل شيء ينتمي إلى فئة في المجتمع دون أن تحرك الوزارة ساكن. ولمتى؟ لمتى السكوت؟ أنتوا جهاز أمني مناط فيكم أمن البلد وقاعد تقبضون فلوس عليه وقاعد تقبضون رواتب عليه في المقابل قاعد تقدمون البلد. قولوا حق الناس طمنوا الناس خلي الناس على الأقل تطمن أن إحنا في أمن. والله العظيم اليوم وأمس في أي مكان أقعد في أي ديوانية أقعد تساؤل الناس المستمر الحكومة إيش بتسوي. اليوم واحد من الإخوان يقول لي والله حتى على العيان قمنا نخاف ما ندري إيش نسوي. لازم يصير هناك توجيه، لازم هناك سياسة واضحة من الحكومة تبين ما هي الاستراتيجية الأمنية التي ستتبع حتى لا يتكرر ما حدث في المملكة العربية السعودية. ونتمنى إن شاء الله لا يتكرر، نتمنى أن لا يحدث، لكن الاحتياط واجب ومهم أيضا. أوكي، أيك على موضوع آخر يمكن دكتور، وما حدث في استجواب اللي قدمه النائب دكتور عبد الحميد دشتي، وأثير في وسائل التواصل الاجتماعي أن الدكتور سيد يوسف الزلزلة هرب من هذا الاستجواب عشان لا يقع في موقف حرج أن يشطبه من عدم شطبه. هل صحيح هذا الكلام ولا لا؟ ولماذا هرب؟ حلوة هذه هرب. لا طبعا كنا أنا واثنين من الأخوان الأفاضل النواب الدكتور عبدالله طريجي والأخ سيف العازمي في زيارة برلمانية لأمريكا اللاتينية، وطبعا هذه الزيارة كان مقرر لها قبل شهر ونص، وأخذ الإذن من الأخ رئيس المجلس قبل أسبوعين، يعني قبل لا يقدم حتى الأخ دكتور عبد الحميد دشتي استجوابه. فكنا في رحلة برلمانية ولم يكن هربا من مكان. وأنت تعرف أنا لم أغب من أي جلسة في مجلس الأمة، وأنا حريص والعياذ بالله من كلمة أنا، وأنا حريص أني أكون متواجد من أول الحضور في كل جلسة من جلسات مجلس الأمة. لكن القضية كانت مرتبطة بزيارة مبرمج لها منذ فترة طويلة. يعني قبل ما هرب من الاستجواب كان هذا شيء سفر خارج حكي هذا. أوكي. ماكو شيء في الاستجواب حتى أهرب منه أنا. ماكو شيء. الآن الموقف في الاستجواب انقسم، وخلى كلمك تحديدا بحصرها شوي من هذا الشيء. النواب في صوتوا في جهة مع ضد شطب الاستجواب، ضد شطب المحور الأول. نائب فيصل الدويسان لا صوت مع الشر، وانت اعتقد ان انت صريح ما عندك اشكاليه، انت لو كنت موجود كنت راح تصوت في اي جهه؟ لا انا لم ارى في الاستجواب ما هو غير دستوري، لم ارى. انا اطلعت على الاستجواب من البدايه وصار حديث مع الزملاء في المجلس قبل ان يصير يوم الاستجواب، ورايي كان واضح من ذيك الفتره انه ليس في الاستجواب شيء يعتبر غير دستوري، لان ما كان يطلبه الدكتور عبد الحميد دشتي انه ما هي الأسس التي تم عليها اتخاذ قرار الدخول في الحرب فقط. ما له علاقة وهذا من حقنا ها؟ بس ما له علاقة وزير الخارجية، وزير الدفاع ايش علاقة وزير الخارجية؟ لا وزير الخارجية هو المعني، القرار في أي أمر خارجي يأخذه وزير الخارجية. قرار عسكري ما له علاقة. لا القرار المشاركة القرار العسكري التنفيذ، وزير الدفاع عليه التنفيذ، لكن من يتخذ القرار بأنه هل نشارك أو لا نشارك لا هو وزير الخارجية. سمو الأمير اللي تخذ سمو القرار. الأمير بلا شك هذا حد لا نستطيع أن نتجاوزه، وإنما المطلوب كان واضح وبين ما هي الأسس. فليخرج الأخ وزير الخارجية على المنصة ويقول هذا قرار صاحب السمو الأمير ولن يتكلم أحد، تسد هذه الثغرة ويسد هذا الباب، لكن ما أعطي مجال وقيل بأن هذا غير دستوري كما قيل. ولذلك أنا أنت تقولي لو كنت موجود شو راح أسوي؟ لا أكيد ما راح أصوت ضد الاستجواب، لأن الاستجواب أمر طبيعي وهذا المحور محور طبيعي. كان على الأخ وزير الخارجية أن يخرج ويجيب عليه، وقلت لك حتى لو في جملة واحدة يكفي إذا بالفعل
بيقول بأن هذا قرار صاحب السمو والأمور الخارجية هي من صميم قرارات صاحب السمو، الكل راح يعني يرضخ لهذا الأمر ويسكت. أحد الأخوة الأخ جاسم طيري بتويتر يسأل لك يعني مساء الخير لك ولضيفك، اسأل النائب إذا عندنا في الكويت داعش هل يوجد عندنا من الحوثيين بالكويت؟ بعدين ربنا يحفظ الكويت من كل مكروه. والله أنا ما يعنيني لا حوثيين ولا داعش ولا غيرهم في الأمور المرتبطة بالعلاقات، أنا أتكلم من يقوم بجريمة مثل ما تمت في المملكة العربية السعودية، واضح كان من قام بها داعش وليسوا الحوثيين. من قام بهذه الجريمة هم الدواعش الذين يمتلكون الفكر التكفيري التدميري، الفكر الذي يحمل فكر الدماء والقتل، هذيل اللي احنا قاعد نعاني منهم. وقامت المملكة العربية السعودية بصريح البيان الذي ذكرته ان هؤلاء دواعش، ما له ربط الحين تجيب لي انا حوثيين لا يعني. اذا الحوثيين سووا هذا الامر يعاملون كما يعاملون الاخرين. انا اقول لك نحن الان امام مشكله كبيره من حمله الفكر التكفيري اللي هم توجههم قتل وتدمير، وما يهمهم يحط له حزام ناسف وبيقول انا بروح الجنه بروح جهنم. في نفس المكان اللي تقعد عليه المحامي سالم المناور قال انه اوكي هذا فكر تكفيري، ولكن لما يصير البعض يطالب بتعديل المناهج يقول لك المناهج، وش علاقه المناهج في 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 هذا الفكر؟ انا اقول لك بس اسمح لي عطني شويه تفضل وقت. في سنة 2004 في مجلس 2003 كان هناك في مناهج التربية الإسلامية عندنا كثير من المواضيع التي تتكلم عن الشرك، ودائما تشير بأصابع الشرك لفئة في البلد. اللي سويته الآتي، وكان أيامه الله يذكره بالخير الدكتور رشيد الحمد هو وزير التربية في تلك الفترة، أنا طلبت منه شخصيا قلت له أبي كل كتب التربية الإسلامية من أولى ابتدائي لرابعة ثانوي، وكتب أيضا ما يدرس في المعهد الديني. جزاه الله خير ووفر لي. أعطيته حق سماحة الشيخ علي حسن غلوم، قلت له شوف لي وين أكو مواقع خطرة بحيث أنها قد تثير طائفية وما شابه في المجتمع. جزاه الله ألف خير، لخص كل ما هو موجود في هذه الكتب وعطاني إياه في ملزمة سلمتها في تلك الفترة لصاحب السمو الأمير حفظه الله وراه عندما كان رئيسا للوزراء. قلت له طول العمر هذه أتمنى يطلع عليها. قال لي سلم نسخة منها حق الأخ وزير التربية. سلمتها للأخ وزير التربية، شكلوا لجنة في وزارة التربية ما لها ربط لا بطائفة ولا بمذهب ولا بشيء، القصد كان النظر هل بالفعل هذه تثير قضايا طائفية في مناهج التربية الإسلامية. أقسم لك بالله يا أبو حسين أن اتفقوا على يمكن أكثر من 95% فيما هو موجود في هذه الملزمة، وأخذ قرار بتعديل مناهج التربية الإسلامية في تلك الفترة وعدلت، لكن واحد أو اثنين من كتب التربية الإسلامية زرق. اللي الحين طلع ذاك اليوم الشيخ علي حسن أيضا وقال في أن هناك منهج في واحد من مراحل الدراسية في الكويت ايضا في اشاره للطائفيه واتهام الاخرين بالشرك. يعني عندكم بس مشكله في كتاب واحد، ولذلك هو هذا انت مشكلتك شنو غير هذا؟ يعني مو مشكلتك في التربيه في الرياضيات ولا في الكيمياء ولا في الفيزياء، انت تتكلم عن فكر، هذا الفكر منحرف يحتاج الى تعديل. حتى بعدين تعال يا جماعه، طول عمر الاسلام يتكلم عن الاخلاق، يتكلم عن السماحه، يتكلم عن اعطاء الانسان الحريه في ان يختار ما يشاء. الله عز وجل قال عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم يعني الاحتواء الآخر، يعني الاستماع للآخر، يعني التسامح. أنت شايف هذا ليش يسوون؟ هذا اللي دخلوا بلد أو مدينة في أي موقع من المواقع غايتهم القتل على طول بدون حتى سؤال، قتل. ما عندنا شيء كذي بالإسلام. ولذلك قلت لك أنا شوهت صورة الإسلام من هؤلاء وأعطوا صورة مخالفة للإسلام الحقيقي. اللي الآن أنا أقول لك الآن أنت روح أوروبا أو أمريكا لما يسألونك أنت شنو دينك تخشى أنك تقول أنا مسلم، تخاف لأن ردة الفعل راح تكون سلبية منهم. ليش؟ لأن هناك جهة شوهت هذه الصورة. قلت لك هذه الجهة بترتيب من الصهيونية العالمية التي أرادت أن تشوه صورة الإسلام أوجدت هذا الفكر المنحرف الكافر البعيد عن الدين حتى يشوه الإسلام بهذه الصورة. أوكي دكتور، أنتم في يعني خلينا نقول بهذا المجلس تحديدا
هناك صراع ما بينكم وخاصة ممكن في قبل من المجالس من 2009 ما بينكم وبين المعارضة والأغلبية المبطلة في المجلس المبطل الأول، وهناك تصريحات وردود أفعال بيناتكم، لكن اليوم يعني تعيين وزير التجارة، والبعض يقول أنه تعيين وزير التجارة هو من محسوب على فكرة الإخوان المسلمين، وفي تغريدات نشرت لهذا الوزير. ما سمعنا لكم تصريح يعني ما لا بالإيجاب ولا بالسلب ولا مأيدين. يمكن البعض صرح، يمكن أعتقد ناب صالح عاشور قال لنا اللي وقف مثلا مع الحكومة في ترات اليوم يكافئ بالإبعاد، ومن وقف ضدها اليوم يكافئ بالتقريب وإعطاء المناصب. رأيك أنت دكتور؟ شوف أنا ما أتكلم عن شخص الوزير لأن حقيقة لا أعرف عنه شيء الآن حتى أستطيع أن أحكم أقول والله لا يجب أن يستمر كوزير أو لا يستمر. لكن لو كنت أنا في محله وبالفعل أنا عندي هذا الانتماء السابق كنت ما أقبل أدخل الحكومة، ما أقبل أدخل، لأنه لا يجوز أن أدخل وأنا عندي تاريخ، هذا التاريخ سيكشف علي في الجلسة. يعني أخطأ وزير التجارة في قبول المنصب؟ إذا كان بالفعل ينتمي إلى تيار سياسي كان معارض للحكومة تماما، لأنه سيؤتى فيما بعد في الأيام القادمة في الجلسات القادمة، وإذا بالفعل مثل ما تفضلت هناك تغريدات عليه ما راح يسكت المجلس بلا شك، يعني بين فترة وأخرى حيثير هذه القضية عليه واحتمال إلى الاستجواب ما شابه. لكن أنا قلت لك لا ما عندي شيء ضد هذا الوزير، أنا أتكلم بصورة عامة لو صدق ما تفضلت به بأن هناك تغريدات وتؤكد، لكن أنا أوجه كلامي للحكومة بصورة خاصة ولسمو الرئيس، أن سمو الرئيس يعرف بأن هناك بعض التيارات السياسية كانت ضده بل إلى الآن تطالب أن يكون خارج الحكومة، أن يأتي بوزير بالفعل عليه مثل هذه الأمور السابقة أنا أقول بأنه ليس هناك حصافة في هذا الأمر، الحصافة أنك تختار من تعتقد أنه سيساعدك في الأداء الجيد. لكن أكرر لا أعرف شيء عن الوزير الحالي حتى أحكم على أنه بالفعل ينتمي إلى تيار سياسي معارض وبالتالي أخطأ سمو الرئيس أنه أتى به وزيرا، هذا كله راح يبين خلال الأيام القادمة. وإذا ثبت بالفعل أنه ينتمي إلى تيار سياسي معارض للحكومة وكان سبب في لخبطة كثيرة في الحكومات السابقة أنا أقول إذا بالفعل نمشي بهذا الاتجاه مو بس أخطأنا بل قاعد نعمل شيء بغير مصلحة الكويت. أوكي دكتور، ما يحدث اليوم مع وزير النفط وزير دولة شؤون مجلس الأمة دكتور علي الأمير، واليوم في حملة الدكتور صرح قال بأن المعترضين عليه وعلى قراراتهم أصحاب المناقصات المليارية في قرارات خاصة في النفط، البعض اليوم النواب طالب انه قال يجب ان يكشف ما عنده، البعض طالب ان رئيس الوزراء انه يتدخل، البعض طالب انه حالته الى هيئة مكافحة الفساد عشان يكشف ما عنده وحالته الى النيابة. وجهة نظرك فيما يتعرض له اليوم وزير معاصم؟ شوف معاصم من الشخصيات اللي حقيقة انا اعزها واقدرها وهو رجل معنا منذ مجالس سابقة واعرف اخلاصه للبلد واخلاصه للكويت وطريقته واسلوبه في التعاطي والتعامل. وفي نفس الوقت هناك مجموعة من القياديين في القطاع النفطي حقيقة ناس يشهد لهم بالكفاءة بالمقدرة بالعلم بالمعرفة بالتمكن من الأداء في وظائفهم، وأقول لك أنا ما أخشى من ذلك، أقول على سبيل المثال الأخ العدساني، الأخ أيضا هاشم، الأخ المطيري اللي هو رئيس مجلس إدارة كي إم بي سي، ومجموعة أخرى أيضا من القيادات في القطاع الحكومي يشهد لهم بالكفاءة والقدرة. لا أعرف من الأخ بعاصم من الناس اللي بيبدلهم ويغيرهم ويشيلهم ويحطهم، لا أعرف حقيقة ولم أطلع على ذلك، لكن واضح أن هناك خلاف، وهذا الخلاف دائما يأتي متى؟ في حال تعديل وتغيير مجالس الإدارات. أتمنى من الأخ بعاصم بالفعل أن يعيد النظر في من يستمر ومن لا يستمر. مجموعة من الأشخاص أصحاب الكفاءات خروجهم من القطاع النفطي في هذا الوقت خصوصا اللي هم قاعد يؤدون أداء متميز في اللي قاعد يسوونه، وأعرفهم شخصيا ليسوا من الأشخاص اللي يرغبون بمصلحة أو يمشون مناقص أو ما شابه كما يقال، هذا لناس كويتيون إلى النخاع غايتهم العمل والأداء الجيد. وفي نفس الوقت معاصم من الوزراء الذين نحترمهم ونقدرهم ونعرف بأن ينظرون إلى مصلحة الكويت، أتمنى أن تعالج هذه القضية دون الدخول في تفاصيل قد تخرجنا من المصلحة العامة للكويت. بس هو كلام معاصم اليوم واضح أن الآن استقصاد لي وسبه لبعض أصحاب المناقصات، يبدو أنه موقف قد يكون، وأنا ما أستبعد، أنا قلت لك أنا ما أستبعد يمكن بعض الأشخاص أصحاب المناقصات مثل ما شفنا بعض الصحف الحين
نزول شرس على أبو عاصم، نزول شرس على دكتور علي العمير. أنت إذا بتنتقد ما تنتقد كذي، أنت تي انتقد قول أدائك، طريقتك، أسلوبك. أما لما يجيني تاجر بجريدته وينزل على علي العمير وأنا أعرف أن هذا الرجل عنده مناقصات في القطاع النفطي، لا، هذه تعطيني شبهة، تخليني أمام شبهة. ولذلك أنا لست ضد التعديل الذي يقوم به الدكتور علي العمير، لكن في نفس الوقت أقول حق الدكتور علي العمير هناك مجموعة من الكفاءات حافظ عليها، أوكي، لأن أدائها متميز وجيد في القطاع النفطي. اليوم الهجوم اللي تعرض له أبو عاصم من خلينا نقول تيار الليبرالي اليوم واضح أنه في هجمة عليه، ما تشوف أن الحكومة اليوم ما قاعد تدافع عنه وفي شبه تخلي عنه؟ متى دافعت الحكومة عن وزرائها وذمتك؟ أنت تقول لي ما تدافع عن وزرائها؟ في أبداً، الحكومة دائما مع أي وزير من وزرائها تقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون. من المفترض أن أكو ناطق رسمي للحكومة عندما يهاجم أحد أعضائها يقوم هذا الناطق الرسمي ويرفض هذا التعرض الغير صحيح، من المفترض. لكن لا هذه الحكومة ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، ما عندنا حكومة تدافع عن وزرائها أبدا. يترك الوزير على يعني هواه ويقال له أنت تصرف كما تشاء، وهذا غلط. أنتوا تطالبون من الوزير أن يكون معاكم داخل مجلس الأمة في التصويت الواحد، أن الكل متضامن يجب أن يكون، لكن لما يهاجم الوزير ويضرب أنتوا ما تدافعون عنه، تعرف أن الأداء لك عليه على المستوى الحكومة. وبالتالي أنا معاك، من المفترض أن الحكومة تدافع عنه، لكن تركه بهذا الشكل وكأنما يوحي أن هناك بعض على الأقل من هو موجود في الحكومة مستانس على اللي قاعد يتعرض له ابو عاصم، ولا احنا ما نسمح له يعني ابو يعني عاصم. انا اقول لك في من في الحكومه مستانس على اللي يتعرض له، لان ما حد قاعد يدافع عن الريال متروك وهو قاعد يتعرض له. شو اللي يخلي ابو عاصم اذا شاف نفسه انت قاعد تشوفه كانه هو بروح اليوم، شو اللي يخلي ابو عاصم يسكت ما يتكلم؟ ابو عاصم يقدر يواجه، احنا ما نحاتيه، يعرف يواجه شلون ويعرف شلون يتكلم وراح يستمر بطريقته. لكن اكرر، لا يعني اني انا اتفق معاه في كل اللي قاعد يسويه، لان ما ادري ايش قاعد يسوي بالواقع، يعني انا ما اعرف. خلي يعرض عليه انه هو هناك الحين طلب انه يجلس مع النواب احتمال اما غد او يوم الاثنين، نعم، ويشرح التفاصيل، بعد ذلك نستطيع ان نحكم. لكن اكرر، مجموعه من القيادات اللي موجوده الان في القطاع النفطي يجب ان يحافظ عليه لان ادائها متميز ويجب ان تستمر. في جانب اخر من اللي مرتبط بالوزير ابو عاصم، قضيه الحيازات الزراعيه، وتكلم النائب فيصل دويسان في تصريح سابق في الاسبوع الماضي، قال ان الوزير امتنع عن تزويدنا بالاسماء. وتعتقد ان يعني الحكومه امتنعت عن التزويد في الاسماء في قضيه الحيازات الزراعيه، بينما الحكومه يعني يبدو انها زودت بالاسماء في قضيه الملكيات العقاريه. هذه ازدواجيه معايير ام ماذا تسميها؟ ورايك في هاتين القضيتين، لكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، سالتك قبل الفاصل في عندنا يعني الان قضيتين في الحيازات الزراعية، الكلام أن الحكومة تمتنع عن التزويد بالأسماء. في قضية اللجنة التحقيق في الإيداعات والملكيات العقارية، الحكومة زودت في قضية الملكيات العقارية حسب ما سمعنا. هذه ازدواجية معايير ماذا تسميها بالضبط؟ أنا فيما يخص الحيازات الزراعية، لأني لست عضوا في لجنة التحقيق، وبالتالي لم أطلع ماذا قدمت الحكومة وماذا لم تقدم. لكن الأمر الطبيعي أن الحيازات الزراعية ليس فيها شيء سري، لأن أنت لما تروح المزارع كل مزرعة أمامها مزرعة من والمساحة ورقم الرخصة، وبالتالي ليس هناك أشياء سرية بخصوصها. ولا أعرف هل بالفعل الأخ أبو عاصم امتنع، وأنا أستبعد أنه يمتنع عن تزويد تصريح فيصل الدويسان، قال امتنع ما زودنا. فلذلك أنا ما أدري إذا كان الأمر مباشر كان للأخ أبو عاصم أنه يقدم وبالتالي ما قدم، أو لا طلب من الهيئة أنها تقدم والهيئة ما قدمت، ما أعرف. ما قدم، لكن لو أنا في مكان أبو عاصم كان لا أقدم كل المعلومات للجنة، اللي بالنهاية هذه لجنة التحقيق ومطلوب أن نقدم لها الأمور اللي هي معلنة. الحيازات الزراعية مو شيء معلن، معلنة. الأمر الطبيعي للأخ أبو عاصم أن يقدم هذه المعلومات. وأزيدك، تدري هو من المفترض أن الحكومة يعني إذا تبي تمتنع من تقديم هذه العقارات وما شابه للنواب، إذا بالفعل تريد أن تمتنع. ليش؟ لأن هذه عادة ما بالإمكان أن أحد يعرفها إلا عندما يقدم طلب من صاحب الشأن. لكن قدمت
وأنا بالنسبة لي أرى بأن حسنا فعلت الحكومة أن قدمت، لأن بالنهاية أنت تتعامل مع نواب والمفروض الناس تعرف عن النواب. الكلام دكتور أن الحكومة ما امتنعت في عن الحيازات الزراعية، ولكنها لم تمتنع في الملكيات العقارية لأن تريد تشويه صورة بعض خلينا نقول تيارات سياسية كانت معارضة فترة سابقة. والله شوف أنا لا أعتقد أن بالقضية تشويه أو ما شابه. اللي عنده يعني حيازات زراعية من المفترض أن يقول والله أنا عندي، واللي عنده عقارات المفروض يقول أنا عندي وهذه يعني مبررات شراء هذه العقارات وكذا. وحتى بالفعل يكون الناس أمام يعني وقائع حقيقية صحيحة، لأن بالنهاية أنت تمثل الأمة، فلازم الناس تعرف أنت شنو عندك ومن وين عندك هذا الأمر. وبالتالي رأيي وأوجه للأخ الفاضل دكتور علي العمير، عدم إعطاء اللجنة ما يمتلكه سواء كانوا النواب أو غيرهم حتى الوزراء من معلومات بخصوص الحيازات الزراعية هذا غير صحيح. من المفترض لك يا أبو عاصم، لأن أنت لو كنت نائب وكنت في لجنة التحقيق كان الأمر الطبيعي أنك أنت تطلب وتعطى ما تريده من معلومات خاصة، وأكرر أن هذه المعلومات ليست بمعلومات سرية واضحة ومعروفة. شو الهدف اليوم من المجلس النيابي بقضية الإذاعات وعادة مرة ثانية للحفظ وتنتهت من النيابة ويزاد عليها الملكيات العقارية، شو الهدف اليوم؟ والله شوف، هو طبعا احنا هذه الإذاعات لجنة الإذاعات صارت شماعة في كل مجلس، لازم يكون اكو لجنة وتتابع وما شو تسوي. وبالنهاية اللجنة يعني إذا كلش ثبت للجنة أن هناك شبهة، شو بتسوي اللجنة؟ تحيلها للنيابة صح؟ وتطلب من النيابة التحقيق. أوكي. هذا إذا ثبت للجنة. الآن كل قضايا الإيداعات حولت للنيابة والنيابة حفظتها، لأنها قالت ليست هناك رشوة وليس هناك غسيل أموال وليس هناك كذا وكذا، كل هذا ذكرة النيابة. الآن قلت لك شماعة، فلازم تجيب القضية هذا مرة ثانية ويابوها، ووافق عليها المجلس بالإجماع أن تشكل اللجنة. لكن بعض الإخوان طلب قال لا نخليها فقط في مجلس 2009، خلنا نروح ل 2006، وبالفعل أخذوا الموافق على الذهاب لل 2009. اللجنة مشت في أمرها الطبيعي في قضية الإذاعات وحصلت على كل المعلومات من النيابة من البنك المركزي من ما أدري وين الجهات المختلفة، لكن راحوا على العقار، والحكومة زودت اللجنة بالعقارات اللي يمتلكونها أعضاء مجلس الأمة من 2006 وصارت عندهم. يبدو والله العالم أن عندما رأى أعضاء اللجنة أن هناك بعض أعضاء مجلس الأمة اللي يمتلكون عقارات غير معقول أنها خلال سنتين استطاع أن يحصل عليها بهذا الكم الهائل. المجلس الحالي؟ نواف المجلس الحالي؟ لا نتكلم عن اللجنة. أي اللجنة؟ اللجنة ارتعت، ما أعرف بالحالي بالسابق ما أعرف بالتفصيل، بس أنا قاعد أقول لك بأنه عندما رأت اللجنة أن هناك مجموعة كبيرة من العقارات لبعض النواب ارتأت أن تحيل هذا الملف بالكامل إلى النيابة، كما يعني سمعنا وشفنا بالصحف، ويمكن حتى بعض النواب قالها أن ارتئينا أن نذهب بالملف بأكمل إلى النيابة. الآن ليش؟ شنو القصد؟ هل الحكومة ترغب أن تبين يعني أن بعض النواب مع أن بالمعارضة لكن لا بالفعل عنده عقارات، وهذه العقارات من وين يابة؟ أكيد مدفوع له من جهات معارضة للحكومة أو الحكومة ما شابه. هذا كلام يثار، لكن هل هو واقع؟ لا أحد يعرف عنه شيء. بالتالي التقرير ليش أيضا لماذا تقرير وضع بشكل سري؟ لماذا وجه انتقاد؟ يعني كان أعتقد في الحلقة الماضية النائب المطفي في المجلس المطلول محمد دلال قال الغرض من سرية التقرير هو تشويه سمعة الناس، يعني مجرد ترك إثارة وجدل ويتم تشويه سمعة الناس. التقرير شنو سري؟ مو فاهم. في قضية اللي هو سلم في قضية الإذاعات والحيازات العقارية. لا مو سري، سيعرض على المجلس، سيعرض على جدول أعمال المجلس، ما عندنا شيء سري. لكن لا سيعرض، لكن التقرير نفسه أودع قالوا فيه سرية وبالتالي أودعنا الأمانة. أبدا. يعني أنا حتى كنت مع الأخ الفاضل أبو علي المرزوق الغانم الرئيس وقلت له هل بالفعل هناك توجه بشكل ما قاعد تنقل الصحافة أنك أنت تخلي سري؟ قال أبدا، سيعرض على المجلس والمجلس هو يختار ما يشاء، ماكو شيء يعني لم يكن هناك قرار لا من مكتب المجلس. سينشر بتفاصيله؟ المفروض بتفاصيل كل واحد والحيازات العقارية اللي عنده وملكياته. عاد شوف هذه الحيازات العقارية بالذات، ملكيات العقارية بالذات هذه نوقش فيها بعض الإخوان من المستشارين في المجلس وقال دستوريا قد يكون فيه شبهة. شبهة؟ اي عرض انك تعرض ان فلان عنده 20 عقار ولا 3 عقارات ولا 2 عقارات، حتى من الاشياء المضحكة الشيء بالشيء يذكر.
يقولون بعض الاخوان الزملاء ما يصير يا جماعه كذي، بعضهم يمكن متزوج ثانيه وثالثه بس مو قايل حق اهله، فيتورط بعدين يقولون لا من ولك البيت ومن ولك، ما ادري ما اعرف. بس على كل بالنسبه لي انا شخصيا يعني عشان لا ينفضح الناب اللي ماخذ مره ثانيه يعني على زوجته، بالنسبه لي انا شخصيا ارى لا ضير من ان ينشر التقرير باكمله سواء العقارات ولا التقرير كما هو، لا ارى ضير، من المفترض ان ينشر لان بالنهايه هذا يدلل على كل نائب هل بالفعل هو ماشي بالاتجاه الصحيح او لا، وتعطي ايضا الخيار للناس ان تقرر اذا هذا النائب ماشي بالصراط المستقيم ولا لا. اوكي، دائما هناك بين صراع ما بينكم بين المعارضه، وخاصه المعارضه تدعي ان هذا المجلس هو مجلس حكومي، مجلس ما انجز شيء، مجلس في جيب الحكومه، واوصاف كثيره ما بيتكلم فيها. كيف ترد على مثل هذا الكلام؟ والله شوف، انا بالسابق يمكن سالتني انت مره قبل فتره وقلت لك بان بالنسبه لي انا المعارضه في موقعها، خل تعارض شكل ما تبي، تقول شكل ما تبي، تتكلم شكل ما تبي، تنتقد كما تشاء، شأنها. صار سجال بينك وبين احد النواب كان عندي هني مره من المعارضه، أيه. كتبت تغريده تويتر وانا وصلت لها اياها ورد عليك يعني، فصار أيه. ليش قاعد تحاول انت تدخل وياهم في السجال يعني؟ انا قلت لك ما يعنوني، هذا في دائرتهم المغلقه، يتكلمون كما يشاؤون. لكن هذا الحكي اللي تفضلت فيه يمكن قبل بدايات المجلس الحالي لما كنا بعدنا مو مستقرين لان اكو مجموعه محسوبه على المعارضه وما شابه، الان المجلس خذ طريقه. من المجموعه محسوبه المعارضه؟ نحن اكو مجموعه من بعض الاخوان اللي كانوا موجودين معنا في المجلس واستقالوا، بعضهم ملكي طبعا كان محسوب على المعارضه بطريقه او باخرى. بس خلاص يعني بس اللي كانوا علني ما استقالوا. يعني عبد الله طريجي، احمد مطيع كانوا مع علني مع المعارضه ما استقالوا، ايش معنى؟ بس الحين الدكتور عبد الله طريجي تشوفه بان اداءه متميز في هذا المجلس وقاعد ينجز انجاز رائع جدا على جميع المستويات، ليش؟ لان خلاص المجلس الحالي خذ حاصله وبدا عمليه الانجاز وبدا عمليه الاداء المتميز. انت راضي اللي ما كانت موجوده بالسابق؟ راضي عن الدكتور عبد الله طريجي في الاداء؟ اوه جدا جدا دكتور عبد الله، انا اتكلم على ادائه في لجنه حمايه المال العام، الرجل قاعد يؤدي اداء جيد. انا اتكلم عن لجان التحقيق اللي هو مسؤول عنها، الرجل قاعد يؤدي اداء جيد في هذه المجالات اللي هو الان مسؤول عنها. وبالتالي نحن نتكلم عن مجلس خذ حاصله وبدا ينجز، وبالتالي كل ما هو متعلق بمعارضه يبون ما يبون. بعدين تعال انت شايف المعارضه ايش قاعد يتكلمون هالايام؟ يبون حل المجلس باي طريقه. ليش؟ لان البعض فلس. وين قبل مجلس امه وكل يوم اعلام وكل يوم صورته بالجريده وكل يوم بقناه، والحين ماكو. قبل عضو مجلس امه يطلب اللي يبي يصير ويحق الوزير المعين يتصل على وزير يجاوب، والحين لا جواب ولا شو اسمه ريسبونس من احد. فالحين التوجه انه خلينا نطلب ان يحل مجلس الامه حتى نرجع مره ثانيه نرشح روحنا يمكن ندخل مجلس الامه. انا اقول لهم صبروا ياكم ان شاء الله، لا تستعيلون. 2017 ان شاء الله لما يخلص مدته المجلس رشحوا روحكم، نجحتوا نجحتوا، سقطوا سقطوا، كيفكم. لكن تقول لي ليش هذا الخلاف مع اعضاء الاخوان الاعضاء السابقين او حتى اللي يدعون انهم معارضه؟ انا ما عندي خلاف معهم، انا من حق اي انسان نعم. ان يبدي رايه، لكن لا اتفق نعم. مع اللي يقولونه. ممتاز. لكن دكتور البعض يقول ان المجلس الامه كان مغيب عن قضايا كثيره في هذا المجلس، من ضمنها سحب الجناسي، انه يتم سحب الجناسي مثل هذا الحدث ما حد جاء وتكلم وقال والله يا حكومه تعالوا على اساس سحبتوا الجناسي وما غيره. ما تشوف ان مجلس الامه ما حاول، ليش ما حاول يقحم نفسه في هذه القضايا؟ شوف اكو كثير من القضايا هذه قضايا قانونيه وهي في كثير من الاحيان قد تكون سياديه، وبالتالي لا تستطيع ان تتدخل وتمنع وتشيل وتحط، لان هذه تابعه لقوانين مجلس الامه السابق اللي قبله اللي قبله هو وضعها. فما يصير اكو قانون تي انت تواجهه وتقول لا انت غلط لازم تحط ولا ما تحط. وبالتالي اي صاحب حق يرى بانه سلب حقه اكو القنوات القانونيه يستطيع ان يعني يتبعها. وبالتالي تشوف بان اعضاء مجلس الامه الحالي اللي اقسموا، لما نقول اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير وانا احترم الدستور وقوانين الدوله، اذا كانت قوانين الدوله تعطي هذا الحق لجهه سياديه، انت من الامر الطبيعي انك انت لا تستطيع ان تتدخل لان هذا قانون. لكن تسالني، اذا تسالني هل انت راضي عن سحب الجناسي؟ اقول لك لا. انا شخصيا. ليش؟ لان اعتقد بان تظل الجنسيه هي انتماء لهذه الارض، حتى وان خالف اي انسان من حق الحكومه طبعا، ها اذا الجنسيه كانت بطرقها الصحيحه، مو بالتزوير، مو ماخذها واحد بالتزوير، اذا ثبت تزوير لا،
اسحبها، مو بالازدواجية إذا ثبت أنه عنده جنسية ثانية غير الجنسية الكويتية. ثبت، أنا أقول لك ثبت، مو اتهام باطل، لا تحاسبه، لكن ما تي تسحب جنسية من شخص يستحق هذه الجنسية بحجة أنه مخالفك بالرأي. أنا هذا ضده 100%. أوكي، الأخ أبو شوي أخذ لك من أسئلة تويتر. الأخ محمد الهراني يسألك، سأل ضيفك، لو القوات الكويتية تشارك بقوات التحالف في العراق ضد داعش توافق أم تعترض؟ إذا طلع قرار مشاركة القوات الكويتية في محاربة داعش في العراق بشكل دستوري، أكيد 100% معه. أنا مع أي مشاركة تكون دستورية، لأن احنا كنا نتكلم بالسابق ونكرر بأن يجب أن لا نخرج عن إطار الدستور، لأن القضية مو مرتبطة بقرار وزير، القضية مرتبطة بدستور. إذا بالفعل المشاركة كانت دستورية، احنا مع المشاركة الدستورية. بعدين لا تنسى أن داعش هي عدوة الجميع دون استثناء. أوكي. مو عدوة العراق. لا. وإحنا من أوائل الناس اللي نخاف أن داعش تدخل علينا، لأن بيننا بالعراق ماكو، ترى كلها كم كيلومتر. أوكي، الأخ سعيد العماني، ما رأيك بقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني؟ شوف، الإعلام الإلكتروني ترى ما هو بيرفكت 100%، في بعض الأخطاء. في أخطاء؟ وايد في أخطاء، والآن قاعد تعالج هذه الأخطاء من قبل الإخوان في اللجنة التعليمية. وأعتقد بأن حتى عندما يعرض للمجلس ستقدم مجموعة من التعديلات عليه. لا أرى أنه منصف 100%، إحنا محتاجين إلى القانون 100%، أنا معه، لكن ليس كل المواد التي وردت في هذا القانون صحيحة، لأن أكو بعض العقوبات يعني أكثر من اللازم. أنت في بعض الأحيان شو تسوي؟ على سبيل المثال، إذا عندك مسمارها الكبرى ما تجيب له مطرقها الكبرها وتطقها، تجيب له مطرقها على كبرها. الآن إذا بالفعل هناك جريمة إعلامية، مو أنت تحط لها عقاب يعني أكبر من اللازم بحجة والله أن هذه أصبحت جريمة، هذا يحتاج إلى تعديل. أوكي، ما حصل الأسبوع الماضي مع البدون وتسريحهم من الوزارات اللي هم كانوا يعلنون فيها كأجر مقابل عمل، يعني وأكثر من وزارة، شوف هذا تصفية صار، شو اللي صار؟ يعني أنا علمك، خاصة أنه يعني هذين على إحنا على باب شهر رمضان، يعني هذه حالة إنسانية، يمكن كان يأخذ 200 دينار وشهر يأخذه وشهر ما يأخذه، هذه جريمة. أنا أعطيك القصة كاملة حتى الإخوان المشاهدين يعرفونها. ادعاء وزارة الصحة وأيضا بعض الوزارات أن كان من المفترض أن يكون في الميزانية مبلغ معين لتعيين البدون في الوزارات، لكن هذه الميزانية لم يحصلوا عليها. أنا بقول لك بالضبط شنو صار. يوم الخميس الماضي، الخميس أعتقد، الخميس أو الأربعاء، الحين كبرت في لجنة الميزانيات؟ إي، في لجنة الميزانيات يوم الخميس، أول ما أول الأربعاء، لأن احنا كل يوم نجتمع. لما يا وزير المالية، ما يا وزير المالية، أنا أقول لك شنو صار. وزير المالية ما يا، دخلت اللجنة، سيد عدنان قال لي سيد ترى الوضع مع البدون صار كذي. أنا كلمت، يعني سيد عدنان كلم الأخ وزير الصحة قال ليش أقدمت على هذا الإجراء؟ فقال لأن احنا ما عندنا ميزانية حتى نعطيهم رواتبهم ومكافآتهم فقلت حق السيد احنا نتصل في وزير المالية اشوف ليش سووا كذي، او الان بما ان في لجنة الميزانيات خلني خصص ميزانية من الان في الميزانية القادمة لهم. وبالفعل اتصلت في الاخ انس الصالح وصار حديث معه مباشر بهذا الامر. نعم. واتفقنا انا وهو وسيد عدنان مع وكيل وزارة المالية المساعد المختص بهذا الامر، كان معنا في اللجنة ايضا. أوكي. اتفقنا على ان نحل هذا الامر ونخصص ميزانية هذه فقط لمكافآت البدون، وسيرجع جميع البدون إلى مواقعهم إن شاء الله ويستمرون كما شاءوا، وانحلت القضية، انتهينا. يعني احنا ذلك اللي تسرحوا ورجعوا كلهم بدون استثناء، الكل سيرجع مكانه لأن خصصت لهم ميزانية للاستمرار. متى يرجعون الميزانية؟ متى تخصص الحين وتخصص بعدين؟ لا لا خلاص ترتبت، لأن شوف يعني هذه انت قاعد تبشرهم اللي انفصل راح يرجع الحين؟ كلهم متى يرجع؟ المفروض الحين خلاص يرجع، المفروض، لأن سيد عدنان طلع وصرح. أوكي. بهذا الأمر أعتقد يوم الخميس صرح. نعم. أن خلاص اتفقنا مع الحكومة وانتهينا. وبالفعل احنا اتفقنا مع الأخ أنس الصالح وكان إيجابي إلى أبعد الحدود، وأنا حقيقة من موقعنا هذا وإحنا في الوطن من منبر الوطن أحيي في هذه الشخصية الرائعة اللي بالفعل متجاوب مع المجلس في كل ما فيه مصلحة الناس ومصلحة البلد. من الأخ أنس الصالح. نعم. جزاه الله ألف خير.
فبس أبي أبشرك بأن انحلت قضيتهم إن شاء الله وانتهينا منها وخصصت لهم ميزانية اللي هي للمكافآت المخصصة لهم. أوكي. في أيضا أثار النائب صالح عاشور في الأسبوع الماضي قضية الضوابط التي وضعت يعتقد في اللجنة القانونية في المجلس البلدي على الإحسانيات والمواكب. تشوف أن ما تشوف أن الوضع يعني البعض اعترض على القانون، لكن لا تشوف أن أيضا عدم وجود قانون قد يتسبب بفوضى وبالتالي يجب وضع قانون؟ هو هذا مو قانون، هذا عبارة عن مجموعة قرارات ضوابط لتنظيم الأمور فيما يتعلق بالإحسانيات في شهر محرم تقريبا. أي شوف، أنا مع كل شيء في تنظيم، أنا مع كل شيء في مصلحة للبلد، أنا مع كل شيء لا يعرض حياة الناس للخطر بطريقة أو بأخرى، لكن ضد التعسف في هذه الأمور. شوف، الإحسانيات ما هي شيء جديد بالكويت، الإحسانيات منذ أن وجدت الكويت ليومك هذا الإحسانيات موجودة، ولم تسمع لا أنت في عمرك الشبابي الجميل ولا من سبق أن كان هناك حادثة واحدة من أي إحسانية فيها إساءة لشخص، لفرد، لمجموعة، أبدا، وإنما كانت عبارة عن ذكر لأهل البيت عليهم السلام وذكر لكل ما هو مرتبط بالتعلق بالله عز وجل وبالإيمان وبالتقوى وبالورع وكل ما هو إيماني محض. زين، هذا اللي درج على أهل الكويت منذ بداية الكويت إلى يومنا هذا، وسيستمر إن شاء الله لا أن تقوم الساعة. لأن شنو الغاية من الحسينية؟ إحنا نسمى حسينية لأنها تنتمي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. والضوابط وضعت خاصة البر المعنوي اللي كانت تصير. الحسينية القصد منها هو نشر كل ما فيه فكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تعرف حتى النبي في حال كان يعني يسلم الروح إلى بارئها قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فما يذكر في الإحسانيات هو كل ما هو متعلق بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ليس هناك شيء إلا فيه منفعة من الإحسانيات. يبقى نتيجة للزحام الشديد، نتيجة لوجود عدد كبير من الناس في هذه المواقع، بالفعل تحتاج الأمور أن تنظم حتى لا تصير زحام سيارات، الناس تقدر توصل لبيوتها بصورة صحيحة إلى آخره من الأمور. يعني أنت مع التنظيم هذا اللي وضع ضوء. مع التنظيم وضد التعسف. أنا أقول مو صحيح أن أنت تي وتقول حق أصحاب الإحسانيات، الإحسانية يلها 2000-3000 بالليلة، تقول له والله أنت بس عندك مترين أو 3 أمتار قدام الإحسانية، ما يصير. إنزين، الناس وين تقعد؟ وين تروح؟ بعدين تقول لها أنت إذا مثلا تدري العدد الكبير هذا يعطش، زين، وبالتالي البعض يمكن حتى يحتاج أنه يأخذ له وجبة خفيفة حتى يقدر يستمر بسماع كل النصائح اللي تكون عادة تأخذ فترة ساعة، ساعة ونص إلى آخره، فتوزع بعض شربة فيمتو، شربة ليمون، ماء إلى آخره. فما يصير أنت تحدى تقول له والله شوف عندك كم متر وبس. طول عمرنا احنا مع الاحسانيات عادة تنظم روحها، ما عندي اشكال انه يصير هناك تنظيم يطلب منها، لكن ضمن الاطار الذي لا يكون فيه تعسف واللي يسمح للناس ان تاخذ راحتها دون التعرض للاخرين ودون الحد من حريات الاخرين، وهذا ما يصير، عادة ما يصير. قلت لك مشكلة ايام محرم هو الزحام الشديد اللي يحصل نتيجة لتوافد الكثير من المؤمنين للاحسانيات. هذا بالامكان تنظيمه وترتيبه دون ان يكون هناك تعسف كما هو وارد في مجموعة من الاشتراطات اللي حطتها البلدية. أوكي. الآن دكتور، كيف يعني دائما كنت أنت تنتقد الحكومة وتقول حتى شبهت مرة تقول الحكومة كان سيارة فلوكس والمجلس فراري. ليه باكر؟ إنزين، ليه باكر؟ ليه متى أنتم ساكتين الحكومة في الحال؟ ليه متى بس مجرد تصريحات؟ فعلوهم اللي ما يصلح والله قدموا فيه المساهلة قولوا لنا مع السلامة، واللي يصلح والله جاي. مثل ما أشد في وزير المالية الآن. هناك بعض الوزراء أنت مو عاجبينك أداء. اسألني شو سويته. ايش سويت؟ زين، شوف انت امام خيارين. الاول انك انت كل يوم تستجوب وزير الطرده ويجيبوا لك وزير ثاني، انزين، اخس من الاولي. وكذي ما راح تحل اشكال، راح تظل على نفس المشكله اللي انت مستمر فيها، او انك انت توجد حل. هي اي وزاره هذه؟ كل الوزارات. انا اقول لك عن اي وزاره الحين، افترض انت عندك مشكله مع وزير معين في وزاره معينه وقلت تعال بستجوبك لانك انت ما قاعد تسوي العمل لازم تلتزم فيه وتسوي وتنجزه، صح؟ تشيله، اي وزير ثاني اخس منه، اي وزير ثالث اخس منه، وانت رايح. او الحاله الثانيه انك انت تضع اليه لمحاسبه الحكومه وزير وزير، ثم تقدم تقرير عنه للمجلس وتقول ترى هذا ما سوى. فالمجلس يعرف ان هذا لم ينجز. اسالني شلون طال عمرك حتى اقول لك. انا اعلمك شلون. شفت لجنه الاولويات هذه؟ نعم.
المجلس طلب من لجنة الأولويات التأكد من أن جميع وزارات الدولة تؤدي ما عليها ضمن إطار الخطة اللي تقدم الحكومة. تتدي الحكومة تقدم خطة سنوية، نعم، ثم تقدم خطة تنمية حتى نتأكد أن بالفعل تم ما يجب إنجازه في هذه الخطة. المجلس طلب من لجنة الأولويات، قال تابعوا مع الحكومة وزارة وزارة. فصح، إيش قاعد نسوي إحنا في لجنة الأولويات؟ نجيب وزارة وزارة نقول له تعال استعرض لنا الحين إيش سويت أنت لتنفيذ الخطة السنوية، وإيش سويت أنت لإنعكاس هذه الخطة على خطة التنمية. هذا قاعد تسوونه الحين؟ طبعاً. زين، من الوزير اللي أوكي إذا أنتوا قاعد تسوونه الحين، من الوزير اللي مقصر إلى الآن؟ الحين تيك. منو أبي؟ فأيين وزير وزير، نعم، مع وزارته يستعرض وين وصل، شنو سوى، شنو باجي يسوي. إحنا الحين خلصنا مع الوزارات، باجي وزارتين اللي هي وزارة الدفاع والداخلية، المفروض أن يكونون الأسبوع الجاي. كل التقارير كتبت عن كل الوزارات. أوكي، من الوزارات اللي ما أدت؟ نبي أسامي الحين. أخدمك الحين. وين نعتقد أن الوزارة أنجزت؟ وين نعتقد أن الوزارة لم تنجز؟ سيقدم هذا التقرير ما قبل الجلسة الختامية لمجلس الأمة حتى يأخذ إجراءه بحق من هو مقصر من الوزراء. من ما أنجز من الوزراء؟ خل مجلس الأمة يقوله. أنا ما يصير. أنت معنا بنعرف سيد، ما يصير. لازم أنت تمدح بس، نبي ناس تطب فيهم. ما يصير. لا أكو ناس راح نطب فيهم في الجلسة المعنية لما نناقش التقرير إن شاء الله. من واحد؟ عطنا اسم وزير ما جاي يأدي وزير. ما يصير ما يصير. ليش ما يصير؟ لازم تعرض على المجلس. لازم تعرض على المجلس، لأن دائما تكون لجان المجلس اجتماعاتها سرية، عندما تقدم التقارير تصبح علنية. ما عليه بس يعني خلنا نشوف منو قدم يعني. ما أعطيك ولا شيء يعني، تحول من الحين لمتى. ما عليه يعني وزير والله ما أدري. أكو منو؟ أكو بعض الوزارة. وزارة شلون أداها بتنمية؟ يعني إن شاء الله يبين كله يوم. زين ولا مو زين؟ خلنا نعرف. يبين في وقته. وزير الأسكان أدى ولا ما أدى؟ لو النعم فيه. لا تمدح بس منو عين ما أدى؟ لا كلهم زينين ان شاء الله، بس يبين في يوم الجلسه. الوزراء مو زينين سيد، توك طب الوزراء منو راح يبين ان شاء الله. معالي وزير وزيرين ما يصير. ما شو ما يصير؟ لان لا انت ما سالتني عن اداء، سالتني عن هو زين. قلت له نعم في زين. لا اداء شلون؟ ان شاء الله زين. ان شاء الله زين. يبين من يقرر، مو انا، اعضاء مجلس الامه في المجلس. زي وزير تربيه مثلا في المجلس يبين. داخليه الدفاع سمو رئيس الوزراء بكبره قيمونه ولا ما تقيمونه؟ لا سمو رئيس مجلس الوزراء ما عنده وزاره حتى انا اقول له تعال السياسه العامه اعرض لي انت شنو عندك. انا مطلوب مني كلجنه اولويات، مطلوب مني كلجنه اولويات اني اتابع عمل الوزراء وليس سمو الرئيس. متى اليوم اللي سيد يوسف يقدم فيه استجواب؟ والله شوف انا كنت ابي اقدم استجواب. ليه؟ وقلت انا للاخ وزير المواصلات. يعني انا كنت في السفر في الزياره البرلمانيه. بس توك مدحته الحين. تيك ما مدحت وزير المواصلات الحين، ما مدحته، ما ولا انت قلت لي عنه. اثبت، لا تستعيل. كان اكو مخالفه صريحه في الخطوط الكويتيه، واعرف انها مخالفه صريحه، واعرف ان هناك تنفيع واضح وبين. اتفقت مع الاخ الوزير الكندري ان شكل لجنه تحقيق، انت خارجيه متابعه للخطوط الكويتيه، شكل لجنه تحقيق وخليها تحقق في المعلومات اللي انا راح اعطيك اياها وسلمته. اوكي، رزمت معلومات تدلل على وجود فضيحه كبيره جدا في الكويتيه. زين، وانا في الزياره البرلمانيه بعت لي رساله، قال لي انا اعطيت سلمت اللي سلمتني اعطيتني اياه للاخوان في الخطوط الكويتيه حتى يكتبون تقرير. قلت له مو هذا اللي اتفقت معك فيه، إذا لم تشكل لجنة تحقيق مستقلة خارجية تاريخ 26 سأقدم استجواب لك. وبالفعل وأنا بالسفر كنت قاعد أجهز الاستجواب. اللي سواه جزاه الله ألف خير، وهذه أيضا تحسب له، شكل أنه شكل اللجنة الخارجية وطلب منها التحقيق في هذا الأمر، وبالتالي انتفى السبب للاستجواب. عرفت طال عمرك. وليش تروح بعيد؟ أنا كنت مقدم استجواب حق وزير الداخلية السابق. يعني كنت مقدم استجواب، بس تدري شنو صار؟ نحل المجلس وما قدرنا نكمل لانه حولوه حتى للجنه التشريعيه. اوكي، اختم دكتور في حدود دقيقه. شوف انا اقول الله عز وجل هو اللي حافظ الكويت كما حافظ الكويت الله تبارك وتعالى في السنوات السابقه، لان الكويتيين طبيعتهم يدهم بيضاء وسخيه، طبيعتهم يعملون الخير. لم نالف في الكويتيين اللي هم كويتيين، زين،
أي شيء في أي عداء لأي جهة، دائما طبعهم علمونا حتى الأسرة الحاكمة أن نكون مسالمين، علمونا الأسرة الحاكمة كيف ننشر السلام في أوساط الناس. إذا وجدت بعض الأفكار المتطرفة من أي طرف من الأطراف الآن، هذه يجب أن تحارب ويجب أن تضرب بيد من حديد، لأن مجتمعنا لا يحتمل. إحنا في وسط مجموعة من الدول اللي واضح أن هناك يعني وضع أمني غير صحيح. نعم. طبعا أول شيء ندعو الله عز وجل أن يحافظ على بلدنا ويحافظ على أمننا ويحافظ على هذا التناغم الرائع والجميل بين كل الكويتيين، سنة شيعة بدو حضر، كل هؤلاء حقيقة الكويتيين على قلب واحد وتحت راية واحدة، ويعرفون أن ليس لديهم إلا أمير واحد اللي هو صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، ما عندنا غيره، كل هذا نعرفه. لكن إن وجد متطرفين، أتمنى من الأخ وزير الداخلية أن يقوم بدوره مع جهاز الأمن حتى بالفعل نحرص على أن نحفظ الكويت. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، إنه سميع مجيب. آمين رب العالمين. مشكور دكتور لحضورك معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله أن نلتقي في مرات أخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.